كنت بتقولي ده ليه عني بقى؟ ولا جبت سيرتك والله، كنا بنشاور على حاجة تانية أصلا، أنت بس اللي عراسك بضحك. لا والله، ده أنت مركز معايا قوي بقى، شفتني وأنا بسرق وأنا بكدب عليهم كمان، إيه مراقبني بقى ولا إيه؟ الصراحة أنا شفت صورتك الأول على جروب الفيسبوك، ولا كنت أعرف إن أنت أصلا معايا في الجامعة، رفعت عيني لقيتك، وصدفت بقى إن أنا شفتك يوم ما كنت بتسرقي الموبايل. جروب إيه ده اللي على الفيسبوك؟ جروب الشيخة فوتنا. ومش انت ان انا كنت منزله صورتك على الجروب كنت بتقولي ان انت عايز عريس وبتشترطي ان يكون حسن المظهر وذو ومستوى اجتماعي؟ انت بتخرف بتقول ايه؟ جروب ايه؟ انا مش فاهمه. ثانيه واحده ثانيه واحده، انا اوريكي. بصي ماما، انتوا جيتوا يا بنات؟ اه يا ام كمال، جينا. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ماما. ايوه، في ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ حاطه صورنا على جروب على الفيسبوك عشان الشارع كله يشوفها؟ ايه يا اختي، حاطاه في حته بطاله؟ في بنات احلى منك واقعص منك حاطين صورهم عند الشيخه فوتنا بتاعت مسجد التق. لا اقتنعت انا كده، انت هتدللي علينا؟ وبعدين منين مخليه عبد الله رايح جاي معانا يراقبنا؟ ومنين بتعملي فينا كده؟ عايزه لكم عرسان عدله، كنتوا دخلتوا عليا بعرسان تشرح القلب وقلت لا، ولا حسنا لما تجيبي لي يا اختي جربوع زي اللي جابته لي اختك زمان؟ ولازمته ايه التخبيط في الكلام بس يا نعيمه؟ ما انا واقفه ساكته من الصبح اهو. وبعدين بسيطه، ممكن لما تحبي تعملي حاجه زي كده تاني تبقي تقولي لنا؟ هستأذنك يا اختي، مش كده؟ انت مالك بتتعاملي مع الموضوع ببروك كده ليه؟ عادي يا حبيبتي، انا نجمه اصلا، يعني فيديوهاتي ماليه النت، يعني اي واحد دمه تقيل هو اللي نزل الصور دي على الجروب، كانه مش انا يعني. وبعدين خلاص ما تتعبيش نفسك، اللي حصل حصل، مهما قلتي ولا عملتي ده مش هيغير نعيمه. لا غير، احنا ما بقيناش اطفال صغيره عشان تعملي فينا كده. لا يا حبيبتي ما تقدريش، انتوا بتوعي وانا اعمل اللي انا عايزاه وعارفه مصلحتكم ايه هي. انتوا ايه، ما بتحسوش؟ ما عندكوش ريحه الدم؟ ما بتفهموش؟ انا طافحه الكوته عشانكم، جت كل هم، ما بتفكروش غير في روحكم. اوعي من خلقتي.